جزاكم الله خيرا. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: امرأة لم يتمم لها أهلها، فما الواجب عليها تجاه أهلها؟ هل تتمم لنفسها أم ماذا؟ وما كيفية ذلك؟ العقيقة والمسمى بالتميمة مشروعة في حق الوالد، في حق الأب، نعم، عن أولاده. للذكر شاتان وللجارية شاة واحدة، وهي سنة ليست بواجبة، ولا يعق الإنسان عن نفسه، لأنها ليست واجبة وليست مشروعة في حقه هو، إنما هي مشروعة في حق الوالد. وإذا تركت وفات وقتها فلا شيء في ذلك، لأنها سنة ولا تقضى. نعم.